كذا منين معوجة، معوجة من فوق الشعب ما عنده علاه. زادونا السكر، زادو العدس، زادو المعيشة كاع السكنة كاين. يا خويا كاشي ماشي قادر تقول لي يا روحي. بلاد العدالة نايمة والحقرة قايمة. أعزائي مشاهدي قناة العصر، السلام الله عليكم وحياكم الله. قديما كانت القبائل الأندونيسية عندما تحب ترويض الفيل توضع حفرة وتغطيها بأغصان في ممر ضيق، يكون الفيل متعود المرور منه. بعد أن يقع الفيل داخل الحفرة يأتي الصيادين بلباس ذو لون موحد ويقومون بضرب وتعنيف هذا الفيل لمدة تفوق 10 أيام، ثم يأتي صياد منهم بلباس ذو لون مغاير لأصحابه، ولكنه في هذه المرة يحسن معاملة هذا الفيل ويعطيه الماء والعشب حتى يستأنس الفيل بهذا الصياد ويتم إخراجه بسهولة وبدون عناء، وبعدها يصبح الفيل الخادم المطاع لهذا الصياد وتوكل لهذا الفيل الأعمال الشاقة فيؤديها، ويصبح الصياد يسترزق من شقاء وتعب هذا الفيل، ويكون الصياد بحيلته هذه ولي نعمة الفيل. فبعد أن أوقع الشعب الجزائري بعد الاستقلال في حفرة هذا النظام ولم يخرج منها إلى يومنا هذا، ها هو هذا النظام هذه الأيام يحاول تقليد صيادي الفيلة، محاولين استغباء الشعب وإيهامهم أن النظام اليوم في أيادي نظيفة وأمينة. فبعد أن أرهب هذا النظام أو أرهب هذا النظام كل هذه السنين بلباسه الأخضر الشعب، ها هو اليوم يغير لباسه باللون الأزرق ليوهم الشعب أن النظام قد تغير، ليوهم أن الدولة المدنية قد حانت، ليوهم الشعب أن من كان سببا في أزمة الجزائر قد ذهب بدون رجعة، وأن من كان يتحكم في رقاب الجزائريين قد زال، وأن نجم العسكر قد أفل. إذن النظام يحاول إيهام الشعب بتغيير جلده، فهل ينخدع اليوم ويؤمن الشعب أننا على أبواب الدولة المدنية؟ أم هي الخدعة كما يقال لترويض الشعب كما يروض الفيل قديما؟ وهل صراع الصيادين هذه الأيام كما يحدث ما هو إلا حيلة في التحكم والترويض الشعب، وأن من يتوهم أن النظام قد تغير وأن الصراع الحاصل اليوم في قمة السلطة في صالح الشعب فهو واهم وخاطئ، وأن حقيقة الصراع هو من يتحكم ومن يحسن ترويض الشعب فقط؟ فهل يقبل الشعب بهذا الترويض وبحيل السلطة بعد أن اكتشفت عورة هذا النظام للصديق وللعدو، وأن مظالم هذا النظام أصبحت لا تطاق؟ فهل يفكر الشعب كما يفكر الفيل ويؤمن بأن السلطة الحاكمة قد تابت وأصبحت تفكر في مصلحة الشعب، وأن الصراع الحاصل والتناوش والسيوف كذلك التي سلت ورفعت من طرف رجال هذه السلطة بينها من أجل الشعب، أم أن الحفرة التي أوقع فيها الشعب تستدعي تظافر الشعب وتلاحمه بينه فقط، وأن المأزق الذي أوقعتنا فيه هذه السلطة ما يخلصنا منه ولا وما يطلعنا منه إلا الاعتماد على النفس، فما حكى جلدك إلا ظفرك كما يقال. أما السلطة وحيلها وخداعها فالشعب عن غنى عنها، وليس بتغيير اللباس من اللون أو الأقاويل الجميلة هو من يغير من بؤس الشعب، وأن الخزعبلات والشطحات رجال السلطة ومن يدور في حماها هذه الأيام لا يغني من بؤس الشعب، بل هذه الشطحات يراد بها استغفال الشعب لسنين عديدة. فما رأي المشاهد في تراشق رجال السلطة ولماذا بالذات هذه الأيام؟ فالثعبان عندما يكبر يكون عليه لزاما استبدال جلده، وحتى العقرب عندما تكبر تبدل الغار كما يقال.
فاصل ونرجع للاستماع لكم، ولكن في هذا الفاصل نحب فقط نقول أن في الشريط هذا أحد أبناء هؤلاء الصيادين كما يقال الذين ورثوا الحكم لأبنائهم أو أورثوا الحكم لأبنائهم للتحكم في الفيل، عفوا للتحكم في رقاب الشعب. نشاهد معا ثم نرجع. هي على كل حال يوم نهاية المهام، كنت مكلف بمهام طيلة الأسبوع، كنت تعرف ذلك. ويتر رحت وضعت الملفات على النهائي للفضاء الخارجي. اهلا وسهلا بكم. اذا هذا الفتى من مواليد 97، اي في عمره 18 سنه، من المفروض انه يعني يحضر للبكالوريا 2016،
ولكن إذا عرف السبب بطل العجب. هذا الرجل يتراكع له وتجري لأنه ابن المستشار لفخامته، إنه رفيق سلامي بهذه الدولة المدنية، نشأ بها الدولة المدنية، وبهذا التوريث يمكن نضمن مستقبل البلاد. إذن هل هذا الصراع والتقاتل والتناطح الذي نشهده هذه الأيام أبطاله رجال السلطة هو في صالح الشعب؟ أما من يحكم ويروض الشعب هو سبب هذا الصراع فقط. معي أول متدخل. ألو، السلام عليكم. أهلا بك ومرحبا أخويا، شكون معايا؟ معك بلقاسم من مباتنا. سي بلقاسم أهلا ومرحبا بك. الله يبارك فيك، ونشكر القناة ونشكر العمال نتاعها. الله يسلمك يا أخي. أما هذه تاع النظام والله غير يتسمى ست واحد يلعب في الكراكب. إيه؟ هذا النظام تاعنا قسم بالله مداير دون لا وحده ليه، هو خاصة به هذا الشعب، هذا مسكين راهو هامل في واد. أما بالنسبة لهذا السلطة هذه اللي راهي حاليا اليوم راهم مدايرين سلسلة من رئيس البلدية حتى رئيس الجمهورية، سلسلة واحدة يمشيوا عليها، كي العدالة كي النظام كي الشرطة كي الدار كلش، قسما بالله سلسلة واحدة تمشي. هذه هي يا أخي، ما عندنا لا نظام لا هذه. وهذا سيب القاسم، سيب القاسم. نعم، وهذا الجير هذه النايضة، هذه الحرب اللي نايضة بيناتهم بين رجال السلطة، بين الأحزاب وبين رجال السلطة وبين العسكر وبين داخلة بعضها هكذا في صالح من؟ شوف نقول لك يا أخي، يقولوا واحد مثل الحوت الكبير ياكل صغير. نعم، هما ذوك، هذا هو الشيء اللي راهم فيه، وصلت لهم كيما الغابة يحكمها الصيد. هذه هي يا أخي، وهذا الأحزاب هذه نعطيك أنا متقاعد من الجيش الوطني الشعبي. نعم، الجزائر سمعت الجزائر طاحت بها الأرض، علاش طاحت بها؟ مادام ميسيو سعدان يصبح قائد في الجزائر يصبح مسؤول تاع حزب، ومازال فيها ويحيى ومازال فيها فلان وفلان وفلان، هما اللي راحين يديروا دستور على يديهم ويديروا كذا ويديروا كذا. والله الجزائر طاحت بها، وما زال انا عندي واحد الكلمات نقول لك، نقول لك واحد الكلمات من عند عمك بالقاسم. نعم تفضل. نقول حكام البلاد اليوم صبحوا فارعين، واللي يحكم حكمه يولي يغول، بس ما تنساش يغول ربي يحكم في جميع الفارعين. نعم، فرعون وجيوشه في البحر ماله، ملوك وسلاطين على هذا الأرض غرب ولا بنوا، وين تبان بسوارد الشعب وسوارد الحرام. الناس عايشة في الماريكان. أنا اليوم برك مشيت لباتنا السوطر فين نلقى واحد جايب 50 مليون يصرف فيها باش يروح فرنسا ويروح هو وصحابه. قسم من بالله الناس راح تعيشها بزيد ملايين ربعة. نعم، واليوم يا أخي احنا واش تتمناه؟ نتمناو الخير للبلاد. انت تروح لشخصي هنا في فرنسا يقول لك 22 ألف دكتور في المستشفى تاع فرنسا. العلماء تاعنا احنا راهم في اوروبا وراهم خرجوا تركوا البلاد غير من هذا النظام هذا. نعم، بارك الله فيك سي بالقاسم على هذه المداخله. نشوف سي الحاج سليمان. الحاج سليمان اهلا مرحبا بك. هل يسمعني الحاج سليمان؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لا بيك الحاج. وشك خويا عبد النور. الحمد لله، تفضل. خويا عبد النور نشكركم في القناة تاعكم. نشكر خونا الحبيب تاع شرغو من عيد البرلماني وخونا رابح. وبودن من ميلا ويمة أمين ويمة يونس. ولكن يعطيني في ذكرك نهضر.
الفيل ما طاحش في الحفرة مازال ما طاحش. على ما طاحش كاين الفيل بزاف مازال. ما طولك عليك كنت تاع النظام هذا نظام ملكي ماشي جمهوري مملكة. وراني نشوف الشاشة على وليد سلام ديال كنت ريزيدا ديال كيراشيد وليد محمد الخامس. ولكن كاينة حاجة، النظام الجزائري هذا من الوالي وشي في الدائرة طلع وروح حتى المدير تاع المدرسة حتى الشي تاع الجدارمية. كاين عندنا والي هنا في ولاية تيباسا قال لي عيطوني معالم الوزير ماشي والي وما يستقبلش الناس، يستقبل غير المرزهين. لقداش هاد الولاد دايرين ثلاثة ولا أربعة الناطق الرسمي تاعهم، إلا عندك شكارة يستقبلوك إلا ما عندك شكارة ما يستقبلوكش. الوزارة ما تهدرش عليها، ولكن هيبة الدولة منين تكون؟ هيبة الدولة تكون منين العدالة؟ والعدالة ساقطة والدستور ساقط. لو كان عندنا هيبة في بلادنا ونتنظموا ليها وما تكونش السرقة هذه والشكاية هذه هي من العدالة، ولكن العدالة مهيورة. دائما نقول لك كاينة حاجة ما نكرفش عليك، كاين 80% من الشعب الجزائري تساعد الفساد هذا. فكيفاش الفساد كاع يعرفوا الفساد وتلقاهم في الشارع يعادوا ويقراوا في الجريده. مالا الفيل اللي راه سي الحاج، مالا الفيل اللي راه قابل، الفيل اللي راه قابل بهذا الدور. ثانيك بارك الله فيك سي الحاج على هذه المداخلة. نشوف سي عمار مدورش. عمار اهلا مرحبا بك سي عمار. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. لا بيك سي عمار. واش راك سي عبد النور؟ الحمد لله. الله يبارك فيك اخويا، الصوت راه واضحة. انا نسمعوا فيك 10 من 10. الله يبارك فيك ان شاء الله. باين انت ماكش باين انت سي عمار ماكش في الحفرة يمالا. نعم؟ انت باين ماكش في الحفرة، انا نسمعوا فيك مليح. الصوت ناقص شوي. لا لا نسمعوا فيك. شوية على القناة. لا لا نسمعوا فيك مليح. شوف الموضوع تاعكم على ما اظن صراع جنيحة السلطة في خدمة من؟ نعم. نعم قدامي يا سي عبد النور واش راح نقول لك السلطة هذه. أنت معايا؟ نعم نسمعوا فيك سي عمار. شوف الرئيس هو الرئيس، والحكومة الوزراء هما الوزراء، ولي ديبيتي هما لي ديبيتي منذ ربع عهدات، والولاد هم يهزمونهم في الولاية يدوهم الولاية، ورؤساء الدوائر هما رؤساء الدوائر. التحويل اللي داروا في غوت على ما ظن حول و ولكن السي هذا راه فيها توريث سي عمار. شفت الطفل هذا يعني بارك الله فيك. هو الجزائر تاعنا يخصها غير الحاج سليمان، عفوا الحاج سليمان قال لك نديروها مملكه، واننا نقولوا نقولوها نديروها راسماليه. راسماليه نعم. خاطر الجزائر ذوقا راه تسمى بلاد رجال الاعمال والمال. مير قبل ما تفض، نعطيك مثلا سي عباس، مير قبل ما تفض العهده تاعو بعامين يعاود ديجا ويبريباري في القائمه، ضم روحه باش يعيش حتى في الديسات ويعاود يترشح هو الجروب تاعو. شاف دايره مثلا راهو يخمم الدائره اللي راح يروح لها مليحه ولا ماشي مليحه. اما فيما يخص الحساب المعارضه انا ديما نقررها شحال معاكم مع عباس ومع سيحيا، واش راح نقول الحزاب هذه تاع المعارضه بالنسبه لي لا حدث. اذا كان البلاد هذه المسؤولين حابين توقف على رجليها، اين هو الحس المدني؟ اين هي الجمعيات المحليه المعتمده؟ هو الرئيس هو السي هذا الطفيل هذا السي الرفيق هذا الوليد هذا اللي يعني 18 سنه يعني تقريبا في عمره، هذا راه رئيس اكاديميه المجتمع المدني في الجزائر. على بالكش من المجتمع المدني الاحزاب والجمعيات وكل شيء. شوف الجمعيات، شوف نبداك بجمعيات المجاهدين تخدم في المجاهدين. جمعيه ابناء المجاهدين يجي نصف روحه بلا ما ينتخبوه ابناء المجاهدين. لا. جمعيه ابناء الشهداء يخدم روحه ويخدم كميه من ابناء الشهداء. الجمعيات هي اللي تمثل يعني المجتمع المدني. هي راهم حاقرينها ومشينها،
يا سي عبد النور انا واش اللوم نقول المعارضه اذا كان معارضه وتضربوا بيد من حديد. اجبدوا لي ديبيتي نتاعكم بالبرلمان، اجبدوا لي السيناتير تاعكم من ولا ما حبوش ولا سي عمار على ما حبوش يجبدوا رواحهم على ما حبوش يعني 40 مليون صعيبه سي عبد النور 40 مليون 40 كيلو نقولوا لها حبشاويه ما هو مليون نسموه كيلو احنا نعم. او كيفاه يخلي 40 كيلو يجبد روحه سبحان الله العظيم. نقول لك هذوما الاحزاب هذو دايرين دي بارابلوي، ونقول لك البلاد لمن تحتاج؟ تحتاج للشعب نتاعها. نعم البلاد تحتاج للشعب. وبدون عطاله نحيي ابو صهيب وامو امين وربح مقسنطينه والحاج سليمان ونحييكم انتوما قناه الله يسلم. العصر. وعندي واحد النداء نقول لهم يا جماعه ما دوروش راكم دخلت نهار الخميس وتقولوا عمار ما مدوروش يريسكي بروحه، انا راكم ما شتونيش داير قارب وهز فيه الزطلة ورايح الطليان. انا راني نهضر في قناة مستقلة حرة، واللي ما عجبوش الحال يدخل في حيط. هذه وحدة. ونختم لك بواحد المقولة قالها صدام حسين الله، قال إذا أخانت قال إذا أخانت تقيم الرجولة فحاول ألا تخونك، قيم المبادئ ويزيك مشوية بلا شيطة يا جماعة. احنا قال المشكلة في المبادئ سي عمار، احنا كنا في المبادئ، أين هي المبادئ؟ يحكيوا لنا على المبادئ أول نوفمبر وكل شيء، ولكن من 54 ما شفناهاش. بارك الله فيك سي عمار. نشوف سي مصطفى من قلمة. سي مصطفى أهلا مرحبا بك. سي مصطفى أهلا مرحبا بك، أنا نسمعوا فيك. أهلا أخويا، واش راكم لاباس؟ والله الحمد لله. الله ربي يبارك. واش راك أنت يا واش راهم ولاد قلمة؟ والله لاباس الحمد لله ربي يبارك فيك. واش راكم أنتم لاباس؟ والله لاباس. أنتم ما طلعتوا من الحفرة ولا ما زلتوا في الحفرة؟ اه ما زلنا. وتطلعوا وتطلعوا. أو سعيداني وجماعته قال لك نقدروا نطلعوكم، قال لكم احنا رانا بدلنا النظام. قال لك خلاص اللي كان يهدر وكان يعذب فيكم وكان متحكم فينا ومتحكم فيكم رانا درناه في الحبس خلاص. والله انا نظن يا اخي مع احتراماتي ليكم انه توفيق هذا راه اشرف منهم. نعم. من هذا الصراع علاش سي ما كانش خاين الجزائر. نعم. فيما يخص سؤال الحصه وسؤال وجيه، لا غير كمل في هذه تهمني انا سي مصطفى معليش. علاش علاش حكمت انت يا بلي هادو اذا هادو خاينين ولا كيفاش؟ هادو خونه ايه. وكيفاش وشكون وصلهم للحكم حتى ولاو يتحكموا في فينا سي مصطفى في رايك انت؟ انا في رايي انا جابتهم فرنسا وجابتهم امريكا واللوبي الصهيوني. نعم. رغما عن انف الجنرال توفيق. اذا ما كانش يحكم يما اذا هذا الجنرال توفيق. نعم. اذا كان توفيق ما كانش يحكم. لا كان يحكم. وكيفاش فرنسا غلبته ولا كيفاش؟ غلبته فرنسا، غلبته. نعم. فرنسا هي وامريكا واللوبي الصهيوني غلبوه. هو كان هو كان ضد فرنسا وكان ضد هذه اللوبيات. نعم. انا ظني انا ظنيت بلي سي مصطفى يعني تبع المنطق. انا ما نفهمش مليح بس حكي نفهم المنطق. ان سعيداني هذا كان رئيس مجلس الشعبي الوطني اللي راه القر عليه دوك الان، هو كان رئيس اللي كان يدير فيه كان يدير فيه كان داروا مدين. يا اخي يا اخي العزيز سعيداني هذا لو كان الانسان يرجع للتاريخ نتاعو. نعم. في الاصل في الاصل شخصي اهل واد سوف في الاصل هو مش جزائري. في الاصل هو مش جزائري. الاخرين جزائريين يعني؟ لا ما هم جزائريين. نعم. بوتفليقه شكون اللي قالك جزائري؟ كاينه حاجه في خدمه من الناس هذو راهم في خدمه. نعم. اللوبي الصهيوني وفي خدمه فرنسا وامريكا. على الاجنحه هذو قاعدين يتسابقوا شكون اللي يخدم فرنسا وامريكا. نعم. واللوبي الصهيوني باش يرضاو عليهم. هذه الحاجه الاولى. كلتا الجناحين يعني راك تحكي لي الجناحين للزوج. ها الجناحين في زوج. نعم بارك الله فيك. يبارك فيك. كاين فيما يخص كاينه واحد النقطه مهمه جدا درك حنا. نعم. كي نقولوا النظام يا اخي العزيز النظام نقولوا 62 هو نظام فاست نظام فاست نظام فاست. نعم. يا اخي العزيز راه ما نقدروش نستثنيو منه المرحله نتاع الرئيس الراحل هو ريبو مدير رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. ببساطه جدا وبكل تواضع وبدون مجامله. نعم. الرئيس هو ريبو مدير لكان دار انقلاب ولكان كان انسان ديكتاتوري. راه كان ديكتاتوري على الناس اللي كيما هذو. عمره لا كان ديكتاتوري على الشعب الزوالي. هذه الحاجه الاولى والكمال لله. الحاجه الثانيه يا اخي العزيز على الاقل الانسان هذا الرئيس الراحل هو ريبو مدين بنى مؤسسات
تكون اطارات اللي راهي دركا هربت كل راهي في الخارج. كانت كاينه مدرسه جزائريه، اضعف شيء انه ما كانش فاسد، ما كانش فاسق، وما كانش خاين. نعم توافقني في الراي ولا لا؟ تحوس على رايي ولا راي ال نحوس على رايك نتاع هادو وين بصح كي كان بومدين حي الله يرحمه، هادو وين كانوا هادوما؟ بوتفليقه هذا وين كان؟ واش كان هذا؟ كان تقلب هاد الوزارات، تقلب كان وزارة، كان ذراع الايمن تاعو لا؟ نعم كان ذراع الايمن تاعو لا؟ ما عمره لا كان ذراع الايمن تاعو. نعم لا عمره لا كان ذراع الايمن تاعو. نعم ولا كان ذراع الايمن تاعو ومن بعد قلب الفيستا كيما نقولوا حنا الجزائريين، هذيك حاجه واحده اخرى. واش هو؟ انا نحب ديما نحب نوضح امر برك، كي نقولوا النظام هذا راه فاسد من 62 وجا على دبابه وجا كذا وجا كذا، الاقل نستثنيه المرحله تاع الرجل هذه تاع 13 سنه الاقل في جوج سيفات. سي مصطفى شحال واش من مواليد انت يا؟ انا من السبعينات، مواليد السبعينات. اذا ما شفتلوش مليح بومدين الملا. نعم ما شفتش البومدين. لا مش فيش البومدين، بصح انا مشيت 48 ولايه في الجزائر يا اخي العزيز. انا شفت لا في الوقت اللي كان يحكم فيها، في الوقت اللي كان يحكم فيه بومدين. انا شفتش، كنت صغير. كنت صغير انا عمي. ايه ما طاش البوليس العسكري كيفاش كان في وقته؟ لا ما يهمنيش انا في البوليس العسكري. ايه خاطرش كنت صغير ما يهمكش، بصح اللي كانوا شايفين هذاك الوقت سامحني. يعرفوا. سامحني انا قلت لك كاين ايجابيات وكاين سلبيات، الكمال لله. نعم مهما يكون بومدين يعني دار امور نعتز بها، التعليم، الصحه، المجانيه التعليم، مجانيه الصحه، هذه انا موافق فيها ولا ينكرها الا جاحد. فيه عنده ميزات وعنده يعني امور، يعني في الحقيقه ميزاته اكثر من سيئاته. وهادو ما فيهمش حسنات كما يقولوا برشا كما يقول التونسي. لا 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 صح يا اخي، انا مشيت 48 ولايه، ولكن احنا يهمنا اليوم. انا نكمل لك برك ربي يشك. انا راني مشيت 48 ولايه في الجزائر، انا راني شفت الاصلاحات، شفت كيف يقولوا، شفت الشيء اللي خلاه الرئيس راح اللي هو ريبو متين في 48 ولايه اخر عزيز. نعم. وكي نجيو نشوفوا فتره الحكم تاع الرئيس راح اللي هو ريبو متين بعد استعمار نتاع 130 سنة وفترة لا. الحكم تاعو بعد 3 سنوات قام بالانقلاب، والله صحيح طورين سميوه كيما بغينا. نعم. ومن بعد نروحو نمشيو مدة تاع 13 سنة، السيد هذا راهو خدم العام في الجزائر قد 10 سنين تاع فرنسا. راهو عوض السنة ب 10. لا نوافقك، لا نوافقك على التعليم، على التعليم نوافقك 100% سي مصطفى. لا التعليم نوافقك على أن بومدين اللي قام بجميع التعليم يسمح يعني كبير وقام بمجهود كبير، وهذا يعني يوافق الخليفه. كل ذلك كان معاه، كانوا معاه كذلك الرجال يعني وزير في وقته، كانوا رجال كما يقال، ما كانش كما اليوم. بارك الله فيك سي مصطفى على هذه المكالمه. شوف سي شريف، سي شريف اهلا مرحبا بك. سي شريف يسمعني؟ سي شريف السلام عليكم اخي شريف. السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بك سي شريف. وبيك الله يعيشك. شرط الخيانة أخي الكريم. نعم. الشرط الأساسي أن الإنسان ما فيهاش نية، يعني كل راح يخون ما يقولش عندي نية. يعني الإنسان تقول للناس المجاهدين تقول له ولدي هذيك كبرة 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 هكا وتبقى في مناصب وتبقى في البلاد يخرج البلاد يضحوا عليها شهداء يضحوا على الناس الطاهرين. هذه نقطة أساسية أخي الكريم، ما نبطلوش الوطن بالزعامة. إنسان يبطل الوطن بالزعامة يعني يعتبر خاين بالنسبة لي أنا، رأيي يقول بلي هذا الإنسان خاين مهما كان، بمدي ولا غيره. ماشي شرط أنه تعرف بلي وطني وأنت تستعمل في الدكتاتورية وتستعمل في القتل وتستعمل في الجرائم وتقول لي باللي راك تسكت في الوطن. الوطن ينتقموه كما الاجنبيين كما اردوغان وغيره، ورغم انه اردوغان ما نوافقوش لانه يراه يدير تجاره مع ماهوش حرام، بصح يدير تجاره مع اسرائيل اغلبية القوة تاعو جاية من اسرائيل. مين اخي الدول؟ هذه العصابة من العصابة تاع 62 ما تسناش منهم خير. يناقشوا ديزاكور فيديو، كاين ديزاكور فيديو وكاين تشوف فيديو. وحتى الساعة الشعب الجزائري كل يوضح لنا واحد شكون يناقش ديزاكور فيديو بالصور
بالادله ومش كيف لي زاكور ديفيا لدرجه ان الخيانه حاولوا وصلنا وما زال نوصلوا اعرض من لانه علاش ما تكونش في هذا الشر لانه الشر راه قريب ما زال انسان اللي بذل الاموال اللي فيها دم الشهداء وفكره اللي فيها دم الشهداء ما تسناش منه خير وباش يجي يشطح وباش يجي شي شريف وباش يجي شي شريف يعني تراكي كان كاين كيفاش يجي شي شريف؟ إلا لله ورجال لازم الشعب الجزائري يتحرك الشعب الجزائري هو اللي دار الثورة هو اللي قام بالثورة ما كانش من الكلمات بس في الثورة حقيقة المصح فيهم أصبحوا الناس مشكوكين فيها لماذا؟ أو الأدلة أو الصراع قائم الصراع له قائم فائدة شكون يا أخي الكريم؟ فائدة تحطيم الوطن فائدة تحطيم مع 10 ملايين شهيد في ضحايا البلاد هذه ما في اخي هذه ناس ما عندهمش نية باش يديروا اصلاح ما عندهمش نية باش يديروا يسلموا البلاد ما عندهمش نية باش الأمة هذه المقتحة يتطور يفكر كالشعوب الأخرى لاحظ الشعوب التونسية لاحظ الشعوب الليبية لاحظ أنهم بيعوروا اشتد أزمة انت الزارجي ما كاش منها واحد باش يعيش حر بعض الجراكين يدون ما يضحي يدون ما يخلص تدخل الحانوت ما تتخلص ما يبالك انت تدخل تشري في الحرية مش تبدي استقلال بدون حرية يا أخي استقلال بدون حرية قضاء بدون قضاة رئاسة بدون رئيس بلاد بدون رجال يا اخي انا نقول لك ديناصور براس فحم ديناصور انا نعيشه في الوقت الحالي الجزائر ديناصور لكن للاسف براس فحم والفحر ما عرفوش يدير يخرب وما يفسدش تقول لي الروح حرام نقول لك نعم الروح حرام وعلاش القرلو تروح تقتلو عنده روح ولا ما عندوش روح كاين خمس من البشر كيما قالوا اكرمكم الله اكرم المستمعين الكرام وسمحوا لي على التعبير خرجوهم لازم بالطبله والبندير ماهوش معقول باش خرجوهم بالطبله والبندير هادو الناس اللي يخرجوا دخلوا بالعصا يخرجوا بالعصا لا الظلماء بيسكت العياط ما كاش من هذا الاخ الكريم باش يرحم والديكم ومن فضلكم وكذا ودير السياسه ما كاش السياسه لا ما نجحتوا لا في السياسه لا في الاقتصاد لا في التنميه البشريه وين ما نجحتوا وين اللي فاش نجحتوا نجحتوا تدخلوا في حيوط الشعب الجزائري كتبتوا بالحيوط حابين نعطيو صوره فكرتوه جوعتوه الناس مازال تسكن في الظروف في القبور مازال الناس تاكل لحم بعضها مازال الناس تاكل بالمزابل انا يقول لك ربنا السيد راني مضرور مانيش مضرور الحمد لله ما دام كاين اله مانيش مضرور المضرور اللي ما عندوش ضمير المضرور اللي ما عادش يفكر مع معنى الوطن وما معنى الوالدين وما معنى المصالح المصالح الشخصيه ما تفوت اي حاجه قبل الوطن استغفر الله يا ربي ما نقدرش نكفر نقول لك الوطن قبل الدين لانه لا عندك دين وما عندكش وطن ما عندكش دين وما عندكش وطن وما عندكش دين ما عندكش وطن يا اخي هذه حاجه لازم انسان مع البلدان الاخرين مع الديانه تاعهم ماهيش كيما الديانه تاع الاسلام مستحيل قطعا يعني من ناحيه الكرامه من ناحيه النزاهه من ناحيه يعني تشوف بالك هذو عندهم وطن سي شريف بالك عندهم وطن ولكن ليس وطن لوطنك موش وطنهم هو وطن الجزائر بالك ممكن وطن وراء البحار ربي سبحانه قالك ارضي عبادي الصالحون ما قالكش المسلمون ولا الكفار ولا غيره قالك يدي يصلح في اي ورثه وهاو بالفعل اكتو اسرائيل يحبوا بعضهم احنا ما يعرفك شو يكرهك ما يعرفك شو يشتمك ما يعرفك شو يرجعك على يدي خارجيه ما يعرفك شو يقولك انت كذا وكلهم الله ولكن العوره تاعهم بانت سي شريف وظهرت يعني شكون الفاسد وشكون طالع شكون تحركوا الايادي الخارجيه بارك الله في سي شريف على المداخله نشوف سي كمال من باتنا سي كمال اهلا مرحبا بك سي كمال والاطعام لا ينفع سي كمال تفضل على المباشر السلام عليكم سلام ورحمه الله وبركاته اهلا بك سي بلال الحمد لله ان شاء الله يا خويا الاولى برك بغيت نهنيكم اخويا ويعطيكم الصحه على المجهودات اللي راكم ديروا فيها وهذه حاجه مليحه ويعني الله يبارك يعني رجال تاع واقفين في البلاد يعطيكم الصحه
فيما يخص اخويا الموضوع تاع الصراع على اجنحه السلطه يا اخويا واش نقول لك؟ يعني انا من رايي يعني نشوف هكا هما قاعدين يضاربوا على السلطه وشكون اللي يحكم وشكون اللي ما يحكمش والشعب قاعد يموت والدائرين راها دايرينها كلي بقره بقره حلوب راهم يحلبوا فيها والمشكل يعني رانا نشوفوا رانا نمشيو هنا في الجزائر ونشوفوا البترول يتصرف في الترون فاحنا رانا فينا الاستقلال خريطه يعني عندنا العلم الجزائري يترفع في البلاد بصح التصرفات وكلش راها الاوروبيه اللي راهم يتحكموا فيها. وشكون لك الاخ الكريم يعني حسبنا الله ونعم الوكيل في الحكام حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم من بوتفليقه حتى الله زوج كان عند الهدي. اكبر افه بارك الله فيك. رانا نشوفوا يعني وفيك بركه رانا نشوفوا اخويا يعني راه البلاد هذه راح تقسم هذو راهم يتفرعوا على يعيط لماذا؟ لكانوا لان مثلا بن فليس كان في السلطه كان رئيس حكومه كان هو اللي جاب لنا بوتفليقه في 99 هو اللي جاب لنا بوتفليقه الان قلنا الجنرال المدين عنده الحق ويقول انا ضد هذه السلطه راهي خلات عليكم وبدا كل شيء ولكن هو كان عضو في هذا النظام هذا عضو اساسي في هذا النظام اللي زحلون في البرلمان وهي اللي خرجت لنا في 2014 هادو كل الاخ الكريم كانوا يحلوا وكانوا يصفقوا وكانوا يجريوا في الكورتياج وكانوا الكل يحميوا في البلاد كيما نقولوا حنا باللغه العاميه ودرك ولاو كونفوار انا ضدها وهما لا بروف ونعطيك مثال كيما خالد التونيز وزير الثقافه هذيك عندها هذيك مريان عندها الشركات ويجيو يقولوا حنا ما عندناش حنا كذا ويحبوا بعد يبينوا للشعب اللي راه ما عندهمش ورانا نضربوا على الشركات نضرب على البلاد اللي يضرب على البلاد ويجي الله يرحمه اللي في البدايه وعلوه هذوك الرجال صح كانوا فقالوا يا كريم ما كان هذا جاي يضرب على جيته يعمر جيته والشعب يموت إذا هذا الصراع ليس في صالح الشعب وإنما في صالح الإدوار وترويض الشعب فقط. بارك الله فيك سليمان على هذه المداخلة. ذكر فقط لأن بقول كم الميزة حنون في 2014 لما سئلت لما كانت بعض الخيرين من هذا قالوا نوضعوا قانون 88 للقانون الدستور بوتفليقة باش يترشح 2014 قالت أنا شفته والراجل يخمم براسه ما يخممش برجليه رجليه صح ما يمشي يفتح راسه يخمم وكانت تدافع على العهد الرابعة والآن قالت لا خرجت لينا وقالت أنا في 2014 لما قابلني لقيته مغلطينه وما يعرفش والو راه كل الملفات مغلطينه فيها وكان غير مطلع على هذه الملفات يعني في سنة دارت وقد عاد كل كلام آخر هنا يبان يعني هذا الصراع أساسه ماذا ومن سي أبو صهيب معنا يا أبو صهيب أهلا مرحبا بك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحبيب أهلا بك ومرحبا أبو صهيب إني أحبك في الله يا أخي عبد الله الله يسلمك وأنا كذلك أخي عبد الله هناك ملاحظة بالنسبة للأمر الصحي الذي ورد على شاشتنا المباركة هناك ربط بين الصورة التي جثت فيها هناك صوت أي صورة نعم أنا في صوتين فيه صوتين إذن مدى به التقنية إذن بارك الله فيك التقنية مدى به يعني الصور تاع الفيديو تنزع منها الصوت لا يسمع فيه المخرج مدى به ينزع من الصوت من الفيديو أخي عبد النور نعم. تحية فضل أبو صحيح. إلى قناتنا المباركة وإلى طيفك وشخصك الكريم وإلى أمنا الحبيبة أم أمين وأخي عمر من دوروش وأخي بوعلام وأخي إلياس وأخي شريف وأخي عبد الملك من سيف وأخي عبد الكريم من فرنسا وكل الأحرار ولا ننسى الأم الحبيبة أمنا الحبيبة أم أمين وأمنا أم يونس وأبي صالح. أخي الحبيب إذا نظرنا إلى هذا الصراع هو صراع البيادق
الصراع الذين ليس لهم مسميات لأنهم نكرة، لأنهم يا أخي الحبيب انبثقوا من الظلام، جاءوا من خلال الدماء، جاءوا من خلال هذه المهازل التي أصبحت أضحوكة على مستوى العالم. المقعد ليس له كلام وليس له حاسة السمع وليس له حاسة الشم وليس له حاسة البصر، يحكم هذا الشعب الأبي. كذلك إذا تفرعنا للفروع وهذه الفروع المشمئزة التي تشمئز منها القلوب، هذه صح التعبير المؤسسات التي هي كلها رويبضة، ليس لهم مؤهلات لا علمية لا فكرية لا تصورية. هؤلاء الذين نصبوا من فرنسا، هؤلاء الذين لهم أسياد يحكمونهم بالتحكم عن بعد يا أخي الحبيب، بالتحكم عن بعد يتمثل في ماذا؟ في التوصيات والقرارات التي تأتي من الإليزي. الشعب الأبي يا أخي الحبيب، وأنا أعطيك بشرى إن شاء الله، الشعب الأبي الآن، وهذا ليس مبالغة وليس تزكية وليست مجاملة لهذا الشعب الأبي لأنه برهن، ولكن إذا جاءت الإخفاء ستأتي الاستيقاظة إن شاء الله. أخي الحبيب، هذا الشعب الآن قد عرف بأن الغي تبين من الرشد. كيف ذلك؟ لأن الشعب الآن عرف بأن هذا المصطلح أو هذا اللفظ الذي يطفع السطح وهي الدولة البوليسية وليس الدولة المدنية. أنا أعطيك جزئية يا أخي الحبيب، وأنا أبعث بتحية إلى الشعب، إلى التركيبة البشرية السالمية. ماذا وقع في عنابة يا أخي في يومين؟ انظر يا أخي الحبيب، لقد التركيبة البشرية السالمية قد خرجت من المحتشدات. اليوم هو استقلال، ليس استقلال حقيقي وإنما هو استقلال. هناك يا أخي حي، هو حي من الخمسينات يا أخي، عانى المعاناة، عانى الويلات. هناك أناس ماتوا تحت الطرنيط بين قوسين، هناك أباؤنا وأمهاتنا كانوا يطمحون أن يعيشون حياة كريمة في مساكن تليق حتى بالأدميين. اليوم يا أخي الحبيب قد انصح التعبير تنفسوا صعباء، اليوم سيعيشون ولو حياة كريمة في عمارة في سكن يليق بالإنسان. بالخمسينات يا أخي الحبيب، وهذا الحي الذي يدعى سالم ولم يسلم من البيروقراطية ولم يسلم من الانتهازية ولم يسلم من النهب ولم يسلم من هذه السياسات العرجاء التي سلطت على هذا الشعب. الآن يا أخي الحبيب كل الأمهات ما المساكين وأباؤنا يفرحون فرحة وليس الله يفرح فرحة. الله يفرح سي أبو صهيب، إن شاء الله يفرح قاع الشعب الجزائري بما تقول إن شاء الله. قاعدنا إن شاء الله تحلم سكنة والشغل وتسقم عليهم إن شاء الله، إحنا هذا وش نتمنى للشعب الجزائري. بارك الله فيك أبو صهيب على هذه المداخلة. نشوف سي أحمد من سطيف. سي أحمد أهلا ومرحبا بك. هي طول على أبو صهيب طول. هلا أنا نسمعوا فيك سي أحمد. ألو. أنا نسمعوا فيك سي أحمد. تفضل سي أحمد، طفي التلفزيون برك من فضلك. هم زرع عبد النور يهضر مع أبو صهيب. هاني نهضر معك، أنا تهضر معايا سي أحمد. ألو السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سي أحمد. عبد النور واش راك؟ الحمد لله. والله لا بأس. يا أخوي عبد النور أنا نوافق هذاك تاع ديال ما واش قال لك. نوافقه 100%. نوافق هذاك تاع ديال ما واش قال لك، كمال وقيلة والله. إيه؟ نوافقه 100%، وأنت قلت له سؤال مصطفى. قلت له فيه زايد. نعم. قلت له فيه زايد، أنا نقول لك أنا زايد الخمسينات. إذا شفيت أنت؟ أنا زايد الخمسينات. إذا شفيت على الفترة بومدين. نعم. إذا شفيت على فترة بومدين. على حقبة بومدين، بارك الله فيك. نعم. أنا شافي عليها. حقبة بومدين هو إنسان ما حقاش زواولة. نعم. شوف الماتريال تاعو كان ألمان الكل. نعم. الماتريال الفلاحي جابوه من الطليان الكل. نعم. جاب الوزنة على مستوى الوطن. جاب كلش، ما جابش من فرنسا، هو ما جابش فرنسا. حتى الماتيريال الحربيه ما جابهاش من فرنسا، جابها من جهه اخرى، جابها من عند الروس ولا ما على باليش. المهم حقبه الهواري والله ما تعوض. والله يا الشعب غير كان يطلب قبل يكون الهواري في 65،
غير كان يطلب يجيب لنا الشكار تاع التركي تاع الشموله تاع الماكله تاع البقري حاشاكم والله غير يجيبوها لنا ويطيشوها لنا هنا عند البلديه الشعب اللي عندنا شارهم قاري في البلديه تاع الطلبه الفيستا يدخلوا فيها 10 القمجه يدخلوا فيها 1000 السروال يدخلوا فيه 20 من بعد جا الهواري كي دار التصحيح الثوري هذاك قالوا له باللي كذا كذا والله غير دار التصحيح الثوري صحيح والهواري كي كان والله غير كان يمشيوا تحت القياده نتاعو واش يمدد عليهم يخدموا اسوا بوتفليقه اسوا الوزاره اسوا لا سيكيريتي كما نقولوا قاسم مرباح الله يرحمه نعم ولا سي احمد وعلاش دوكا الان كاين الفروقات 40 مليون 39 مليون عايش يعني في الحفره ومليون راه عايش مليح مليون عايش مليح صح كاينه منها والله دوك والله عيني عينك من فوق لتحت لرئيس البلديه من رئيس الجمهوريه رئيس البلديه وكل شراك وكل شراك شوف المصلحه يخدموا لمصلحتهم ما يخدموش مصلحه الشعب شوف تصور انتيا اذا ما كونش الرجال اذا بومدين يعني نرجعوا نقولوا بومدين ما كونش الرجال مالا نعم ما كونش الرجال حكم بقبضه من حديد ولكن ما كونش الرجال ما دارش الحريه يعني ما عطاش للرجال منصب تاع عمد حقه كانوا دايرين به الناس مش في المستوى كان كاين سرق ما قلتش سرق لا نتفقين معاك ما سرقش مو سرق ما نتفق معاك ولكن الرجال يعني ما خلاهمش يعني يخدموا وكان خلى الرجال يخدموا الان رانا عندنا رجال يجيبوا رجال والله غادي نجاوبك عبد النور تفضل والله زيد فضلك والله غادي نجاوبك والله القمح ما لقينا فيه نديروه انا كنت فلاح نعم صدق ولا تصدق والله هذوك اللي الدواك هذوك نقولوا بكري نعم والله ما لقينا وين نديروا في القمح عندنا في الروب في كازرنات نعم شوف الماتيريال تاعو تاع الفلاحه والله مازال الرق يخدم الفوق لحد الان من 65 66 65 والله غير مازال يخدم الفوق لحد الان ومازال يحرف وما كان يجيبوا جديد والله وحابس وكل ما كان شوف عندنا كاين وزين في الجايه تاع ترونسبوا اقسم بالله غير من 73 غير مازال ما فيه يخدم الفوق في ترونسبوا هذه في الجايه جابوا وزين على مستوى يهز 1300 خد عمل 1300 اونتور خدم في 73 اقسم بالله مازال يخدم الفوق وبصح كي خلطوه الشراء او حابس اذا راح تروح الوطنيه سي احمد روح الوطنيه كانت الناس تخدم بنيتها وكانت المسؤول في المستوى وكل شيء والان ما اصبحت العكس وكيفاش؟ بياشر العكس شوف من الوقت المهم لا تفهم مليح من نهار جا الشاذلي كانت الشوناكون تخدم مع الدياء فرقان المجاهدين جابوا الماتيريال من الخارج جابوا شيء للركوت جابوه ومدوه للمجاهدين على الكولافايت للحكومه للدوله بالك سي احمد بالك كانوا يورونا في التلفزيون لان كان تلفزيون وحده فقط ما كانش تبين الحقائق بالك كانوا التلفزيون فقط يقولوا لنا بلي الثوره الزراعيه والثوره العلاج المجاني والناس هيتموتوا وما يورونا يعني امور مليحه والان بنت يعني بلي فوق بومدين كذلك كانت الحاله يعني ما تعجبش وقت الكروزير يا رجل احنا كل السبيطارات والله الشعب كل مريض يا رجل والله يوم يتموت الالاف في ولايه سطيف يا رجل دونك لا كونسير يا رجل الشعب كله مريض دونك راه ما يخدموش خلاص ما يخدموش كلش من الخارج نعم سمعت عبد النور نعم بارك الله فيك سي احمد نعم بارك الله فيك سي احمد على هذه المداخله ونشوفوا معايا غازي سي غازي اهلا مرحبا بك من اضرار مساء الخير سي غازي سي غازي مساء الخير سي غازي مساء الخير يا اخي العزيز اهلا بك وسهلا شوف يا اخي العزيز والمستمعين اقول من اضرار الاخ غازي يخاطبكم ويقول العالم العربي اليوم يحكم العلمانيين ليس المسلمين على الاطلاق ويجب على العالم العربي شرقا وغربا محاربة هؤلاء العلمانيين ليسوا مسلمين على الاطلاق وانما هم علمانيين ولكن سي غازي خليني نطرح لك سؤال العلمانيين في السويد العلمانيين في سويسرا العلمانيين في فنلندا العلمانيين في البلدان المتقدمه هما علمانيين مش مسلمين ولكن خدموا عندهم روح الوطنيه وماشي سراقي كما يقال وخدموا بلادهم احنا راه عندنا باسم الاسلام
ويحاربوا فيه، يحاربوا في الوطن تاعهم. ولكن عبد النور نعم يعلم الجميع ويفهم الجميع بان هؤلاء طبق عليهم قوله تعالى ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم ولا ملفت فيعلمون. انا اعطيني سي غازي، انا اعطيني علماني تاع فنلندا واعطيني علماني تاع السويد يحكم فيهم، ما يحكمش فيا مسلم اللي راه يحكم فيا هذا الان في الجزائر بكل صراحه. تفضل سي غازي. يبدو ان مكالمه ان السي غازي انقطعت مكالمته، ناخذ مكالمه اخرى. سي علي اهلا ومرحبا بك. الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بك سي علي. تفضل راك على المباشر سي علي، انا نسمعوا فيك سي علي تفضل. يا خويا تفضل، ما تسمعش من التلفزيون من فضلك سي علي فقط. راني المباشر بصح ما راهش نسمع. ما تسمعش روحك من التلفزيون، تسمعني من التليفون فقط. كيفك يا سي عبد؟ الحمد لله. تفضل سي علي. ما تسمعش من التلفزيون من فضلك سي علي، طفي التلفزيون. صراحه انا غادي نقص يا خويا، انا نشيق ونشيق قناه العصر بزاف. الله يسلمك. ونحيي قناة المغاربية، وأنا حبيت نسلم على محمد العربي زيتو. الله يسلمك. واه يا أخي، واش غادي نقولك على البلاد؟ واش الشعب مشى ضحية يا؟ نعم. والحكام هادو واش غادي نقولوا؟ الله يجعل حنا نطلبوا ربي يجيب واحد الرحمة من عنده، وهذا ما كان. والرحمة كيفاش يعني؟ قال لك يا عبد سبب وأنا نعينك. سي علي سبب وحنا نعينك يا خويا. واش غادي نقول لك انا؟ ما كيما نقولوا حنايا ما عندناش الا الاخر الامكان باش نهضروا بزاف، راك فاهمني؟ دوك هذه البلاد هذه نطلبوا حنا ربي يجيب لها واحد الرحمه، راك فاهمني كيفاش؟ يجيبوا لها كيما نقولوا ناس تاع خير يحكموها، راك فاهمني كيفاش؟ راك معايا؟ نعم نعم. دوك انا مازال في التيلي مازال. هو كيما قال سي علي اللي يتمنى خير من يفقد الياس. بارك الله فيك سي علي. نشوف سي رابح من قسنطينه. سي رابح اهلا مرحبا بك. السلام عليكم اخويا عبد النور. السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بك سي رابح. عايشك الله يبارك فيك سي عبد النور. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. احييك يا اخويا عبد النور، احيي قناه العصر وقناه المغاربيه التي يتعددون الى الحقيقه. احيي عمان دوروس وسليمان من كيبازا وعمانين والقائمة طويلة الذي لا يتحدثون إلا الحقيقة في القناة. شوف يا أخويا عبد الله، رد عليك كلمة هذاك، أنا في عمري دوك 60 سنة نعرف بومدير ونعرفهم بالله كيدلوا الانقلاب. يعني سبحان الله، بومدير دار موش ما دارش، دار زوج خلقات ديكتاتوري، نعم ديكتاتوري مع السلطة اللي معاه اللي يتلبس يعطيه الباسبور ويحاوزوا برا. هذه النقطة الأولى. كاين غلطة في الثورة الزراعية، رمم الأراضي من الناس اللي ما يعرفوش يحرثوا ويزرعوا، هاي الغلطة. وأنا بلاطة في مهمية، ما سرق ما دار ما والو. وهو البروتوكول تاعو شكون؟ كما قلت أنت يدوا لي من أول ما نصرع ولا ما كاين. هو سكر تاع العلمة، هو البروتوكول تاعو مدير. هاو يعني باه الناس تاع الجزائر يفهموا، موش بوتفليقة. بوتفليقة حاطو انسان يهضر بزاف ويقاقي بزاف ويبلبل بزاف ويكذب بزاف. ردوا وزير الخارجية في 65 و 68 و 63 كان الشر مدينا، قال له روح اكتب على اوروبا وجيب لنا دراهم برك لا اقل ولا اكثر، عايش في السماء وجاي حاط المطار تاعنا. ولكن دولة سي باش ما نطولوش سي رابح، هذه الدولة الإقليمية اللي راهم يحكيو لنا عليها وكل شيء راهي رفضوا لبعضهم السيوفة يعني الآن راهي المواس ها؟ وعلاش؟ لماذا؟ بارك الله فيك أخويا عبد الله. شوف هي يعني نوليو للسلطة في خدمة من؟ في خدمة الرأسمالية اللي عنده كيما البكا. أنا نسميه علي البكا، علي السراق،
عنده راس مال كيما درك هو و القيمه طويله تولي رايحه تولي راس ماليه اللي كيما الامريكان اللي عنده الدراهم يطلع رايح زقير يزيد مسكين يموت خلاص كيما درك بن رخيص هكا كي قال بدوري التلفازه لو كان رئيس حكومه واش دار لنا بنادم يعاون معاه واش دار لنا التوفيق الجزار اللي جزر 250 الف وفقد 20 الف فقود وتطبق الدواسه تاع العداله وعدني في التعليم ولو كون جا ولدي ولا عاد الويزا قرنون في البرلمان البرلمان يعسكر 40 مليون هذا ما كان ما عندنا برلمان ما عندنا نظام ما عندنا دوله النظام في واد والبرلمان في واد ومجلس الغمار في غمو في الدنيا في ذاك راه في واد والشعب في واد صافي واد بارك الله فيك سي رابح لان الوقت شويه يداهمنا ناخذ اخر مكالمه سي عبد الرحمن من ام البواقي سي عبد الرحمن بايجاز بقات لنا دقيقه تفضل سي عبد الرحمن سي عبد الرحمن اهلا ومرحبا بك السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا عبد الله اهلا بك سي عبد الرحمن السلام عليكم اخويا السلام ورحمه الله وبركاته انا عندي مداخله تاع معدنا تاع يهضر على ابو مدين مثال موش ديكتاتوري هو ديكتاتوري صحيح انت نعم ولكن في امور مليحه وفي امور يعني الرجل مات ويعني واحد يعطي له ولكن ما كانش يعني هالو. نعم الو اسمع نعم نهضر لك على يهضر على ابو مدين ابو مدين شو راح نقول لك ابو مدين صعيب شويه يا خلاص احنا كنا في الجيش كنا في بن شريف دارنا رعيان دارنا رعيان سرعوا الغنم تاع سي بن شريف كان ديكتاتور كان صعيبه شويه الدعوه ابو مدين نعم ولكن الرجل له عليه وما عليه وما يقال نعم ذوك الرجل مات وراح ويعني الان نحكي على الان الحاضر اللي همنا بقاتنا دقيقه في رايك في هذا الصراع للاجنحه او صراع هاد الناس اللي كانوا حاكمين فينا اللي كانوا من قبل واللي راهم حاكمين الان راه بلاتهم تناطح اللي يحكموا فينا هما فرد شخص كيما القانون الاول كيما القانون الاخر هذو ناس حاكمين السلطه ما سيبوهاش الشعب ابدا السلطه اليوم راهي تحت يديهم وفرنسا هي اللي راهي تحكم ماهوش فرنسا هي اللي تنصب هي كلش بوتفليقه وين كان؟ بوتفليقه كان في فرنسا سرق الصوارد من هنا وراح قعد في فرنسا حماته فرنسا ومن بعد بعدها طريف سبحان الله لما على بالناس ولا هذ الناس هذوما هذو ولاش تدرت انتخابات نظيفه ونزيهه كما يقولوا في مصر السيسي هذا مصر وشكون اللي راه حاكم ضرب يا اخي نجحوا كما نجح الفيس ومن بعد ولاو كلها داروا عليهم ما ينجموش نحيوا السلطه هذه كاش الشعب انتخبهم صعاب السلطه هذه صعاب السلطه هذه راهي صعيبه ياسر فنان هذا راهو خرا البلاد خلع ومازال يمشي تحت يد فرنسا علاه مسمينا فنان الحرف الاول الاف وش هو كلمه اف هي فرنسا هذا الحروف هذو درهم ديكور وص عليهم ديكور انا من قدماء جيش الشعب الوطني نعم ولي حقوق وما اديتهمش حنايا من الفيئه نتاع غير منسوبين للجيش نص خلصوه ونص طيشوه لي زونسيان انا نهضر لك انا ضحكت على ابو مدين وخدمت مع ابو مدين وعشيت في وقت ابو مدين وخدمت الصحراء الغربيه واني معطوب بلا شهريه ما عندي والو هذ الناس ماهوش ندافع على روحي انا هذ الناس هذوما راهم شوف تعداوا على الشعب وقتلوا الشعب ومسخوا الشعب وزيد نقول لكم الشهداء الحقيقيين ما همش محطوطين في التاريخ ما همش محطوطين في التاريخ ابدا وانا متهنيين وشكون قتل شعباني وشكون قتل عباس غرور وشكون قتل الشهداء الكل شكون قتل مصطفى بوليد شكون قتل عميروش هما اللي قتلوهم ما يحبوهمش يوصلوا للسلطه لان هما رجال مجاهدين لساحه الدم نتاعهم الجزائر ليس السلطه هذه السلطه هذه سلطه فرنسا هذو ظالمين والعداله نتاعنا راهي عداله تاع الظلم يقال ان سي عبد الرحمن يقال ان سي شعباني رحمه الله كان ضد تقريب كبرلان فرنسا الى الحكم ولما قالها البومدين بومدين ما حبش يعني ما حبش ان يقول الكلام هذا وبالتالي تمت تصفيته وحكم عليه بالاعدام ونفذ فيه الاعدام بارك الله فيك سي عبد الرحمن ولو ان الوقت مره اخرى ان شاء الله اذا الشعب خيارين كما يقال اولهما ان يمتثل لاوامر الصيادين ويكون مصيره كمصير الفيل ويكون الخادم المطاع واما ان ينتفض وان يرفض التوريث
والعبودية، وينتقل من فكر الفيل وفكرة مكتبة علينا وش نديرو وش يدير الميت في يد غسالو، إلى فكرة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهم أحرارا. ويثبت أن السكوت ليس دوما قبول. تحياتي لكل الشرفاء ولكم أنتم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. العكازة منين معوجة؟ معوجة من فوق، الشعب ما عنده علاه. زادونا السكر، زادو العدس، زادو المعيشة كاع، السكنة كاين. ديكا شي ماشي قادر تقول لي يروح. بلاد العدالة نايمة والحقرة قايمة.